بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا سيدي معاك الحال. اتفضل خش. يا ابني عيب عليك، هات لي كرسي هنا بقى وجعني. اه انا مؤاخذة من الحاجة المدرسة كده. حرام عليك يا ابني. اتفضل يا عم الحاج. يا عم يا عم يا ابني، انت بتغير مكان الكرسي ليه؟ انا بغيره؟ اه يا حاج، في ايه يا ابني؟ انا ده ابوك برضه، ما ينفعش كده. طب معلش يا عم الحاج، انا اسف. تعالى حط هنا. حاضر، انا متأسف جدا. اتفضل يا عم الحاج. اتفضل يا فتاح. خير يا عم الحاج؟ ألف سلامة. الله يسلمك يا ابني. أيوة خير. الله يسلمك يا ابني. مالك يا عم؟ ما تعيش حاجة والله. أنت جاي هنا ليه يا حاج؟ طيب؟ لا أنا قاعد على الكرسي. كرسي يا حاج؟ مش محاضر، كنت بيجي ده عيادة. لا أنا حجزت الكرسي الأول. كرسي الأول يا حاج؟ ما أنت جاي تتفرج على السينما. ده عيادة يا حاج. والله أنا أكشف فيها النووي؟ أه أكشف عادي عادي جدا. قول لي عندك إيه بس؟ أنا؟ ظهري وجعني. نعم؟ ظهري وجعني. هو كل اللي بيخش عليا ماسك ظهره ليه؟ مش عارف. طب بعد إذنك يا حاج إيدك عشان أشوف ظهرك طيب. شوف ظهري؟ هو ظهري هنا يا ابني. أمال أنت حاطط ده كده ليه؟ ظهري هنا. ده ظهرك؟ أه. هو ده ظهرك ها؟ أه أنا بسند بس. بتسند إيه بالظبط؟ بسند جنبي. تسنده ها؟ أه عشان القلب ما يقعش. قلب؟ أه. طب ماشي يا عم الحاج. أشوف بقى ظهرك؟ بالراحة يا ابني. إيه يا عم الحاج، أنا بشوفه عادي. ظهري وجعني بقول. طب هشوف ظهرك معلش. طيب. بسم الله. يا عم والله ظهري وجعني. ايوه يا حاج، ما انا بشوفه عشان اعالجك. هو انت بتشوف فين السماعه؟ سمعت يا حاج؟ لا ما هو بيبلوتوث. والله؟ ايوه. طب فين تليفونك؟ تليفون لابس ساعه. لا يا فين تليفونك؟ بتاع الساعه. لا انا فين تليفونك؟ تليفون يا عم الحاج. لا تلعب ببجي. نعم؟ اه. تلعب ببجي؟ اه. لا يا عم الحاج بعد اذنك كده عشان اشوف بس اللي انت عندك ده ايه ده. طب ما كويس يا عم الحاج، هو ظهرك ماله؟ هو مفيش عمود فقري ولا ايه؟ لا. هو فين التمرج اللي هنا؟ انت التمرج الزفت؟ سبت لاعب مع الناس اللي بره. ايه الاشكال اللي انت بتدخلها لنا دي؟ هو انا دخلتك؟ مش انت اللي بتدخل عليا الناس. عندك ايه يا حاج؟ من ساعة ما جه هو ماسكني كده، ده بقول لك ان ده ضهرك. ضهرك؟ اه. طب ده ايه؟ ده قفايا. يا راجل؟ اه. اه قوم بقى. حلو كده؟ انت بتضربني؟ كفايه ايه بضربك؟ انت حسيت؟ لا. طب دي اهم حاجة. بس. ده علاج اللي انا بعمله. والله؟ اه والله. لا لا تكسب. شوف؟ هتقول بقى كتر خيرك، فين بقى التذكرة بتاعت حضرتك؟ تذكرة؟ هو احنا بنقطع؟ نعم؟ هو احنا بنقطع تذاكر؟ وانا قاعد بره بعمل ايه؟ انا بص انا هقعد اشم دوره بسببك. هقفل العيادة واشم دوره بسببك. يا دكتور ما تستنى، انا ذنبي ايه انا؟ استنيت. انا كل ما تلاقي في الحمام الاقي اشكال زي دي بخوش، اعمل لك ايه انا؟ لا 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 لا. وبعدين حط نفسك مكاني يا جدع، انت ما شايف في سيدات بره قد كده، ايه اللي بيدخل جوه؟ انا مش عارف اخش بسببك. انا مش عارف، انت ايه اللي دخلك يا حاج عندي؟ ما انا قلت لك يا عم ده انت تروح تشتكي، مش عارف اقول لك تشتكي في ايه ده؟ ايه اللي هنا بتزغزغني وهنا بتحبني وهنا مش عارف؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ مش عيب على سنك؟ هسألك سؤال. ايه يا حاج في ايه يا حاج؟ واحد يحط يده اسمها تعالى دلعني. ايه انت بتمد لك عليا؟ تبرقها يا حاج في ايه ده؟ ده اللي هيعدلنا كام؟ ده اللي هيعدلنا مين يا حاج انت؟ بص على الاشكال زي كده. بره بقى وادفع الكاشه بتاع الدلع. اه عندك تذكرتين خلي بالك يا حاج. ايه